معنى قوله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية؟ هي جزء من آية الله نور السماوات والأرض في سورة النور، وهي سورة مدنية ورقم الآية 35. وقد ذكر المفسرون تفسيرات مختلفة لهذه الآية، وفي هذا الفيديو سوف نذكر تفسيرها في التفسير الميسر والمختصر في التفسير وتفسير السعدي، كما سنذكر معاني الكلمات. فسر العلماء هذه الآية بتفسيرات مختلفة، وفيما يلي نذكر تفسيرها عند مختلف العلماء. الله نور السماوات، معناها موجدها أو منورها أو هادي أهلها، مثل نوره أي في قلب المؤمن، مشكات أي نور قوة غير نافذة، مصباح معناها سراج ضخم ثاقب، زجاجة معناها قنديل من الزجاج صاف أزهر، كوكب دري معناها مضيء متلألئ صاف. يضرب الله الأمثال أي يجعل الله الأمثال للناس حتى يفهموا ما يدعوهم إليه ويعقلوه. تفسير الآية في التفسير الميسر: الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما ويهدي أهلهما، فهو سبحانه نور وحجابه نور وكتاب الله وهدايته نور منه سبحانه. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات بعضها فوق بعض. شبه نوره وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كمشكات، وهي القوة في الحائط غير النافذة، فيها سراج حيث تجمع القوة نور المصباح فلا يتفرق، وذلك المصباح في زجاجة صافية كأنها لصفائها كوكب مضيء كالدري. ويوقد المصباح من زيت شجرة مباركة وهي شجرة الزيتون، لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، بل هي متوسطة في مكان من الأرض لا إلى الشرق ولا إلى الغرب، يكاد زيتها لصفائه يضيء من نفسه قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار أضاء إضاءة بلغة نور على نور، فهو نور من إشراق الزيت على نور من إشعال النار، فذلك مثل الهدى يضيء في قلب المؤمن، والله يهدي ويوفق لاتباع القرآن من يشاء، ويضرب الأمثال للناس ليعقلوا عنه أمثاله وحكمه، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. تفسير الآية عند الإمام السعدي: الله نور بذاته سبحانه وتعالى وحجابه النور، مثل نوره الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكات أي قوة فيها مصباح، لأن القوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق ذلك المصباح في زجاجة، الزجاجة من صفائها وبهائها كأنها كوكب دري أي مضيء إدارة الدر، يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية من شجرة مباركة زيتونة أي يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، لا شرقية فقط فلا يصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، وإذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام تصيبها الشمس أول النهار وآخره فتتحسن وتطيب ويكون أصفى لزيتها، ولهذا قال يكاد زيتها من صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة نور على نور أي نور النار ونور الزيت.